وذلك إثر نوبة قلبية ألمت به صباح هذا اليوم. وقالت المصادر إن الرئيس توفي قبل وصوله إلى المستشفى رغم محاولات الأطباء إعادة النبض إلى قلبه المتوقف. عم بيحكوا عن رئيسنا؟ بدي نتكتم على الخبر، ما بدي حدا يرى. السيدة نورة سعد والتي تبلغ من العمر نحو 40 عاما، وستشغل منصب الرئاسة لمدة عام واحد إلى أن تتم الانتخابات. وهي أم لفتاة من زواج سابق ولها طفل من زواجها الحالي. السيدة الرئيسة ستكمل فترة ولاية سلفها، أمامها العديد من الملفات التي قد ترهق كاحلة. وهذا ما يدفعني للعمل بجهد خلال الفترة المتاحة لحل بعض القضايا العالقة. الرئيسة نورة، احترامي الشديد إلها، عرضت البلد للخطر لما سمحت للاجئين بأنهم يدخلوا البلد. البعض محق في التخوف من أنه سيدي تتولى السلطة. ما أنت عارفي، هاي طبيعة شغلي. أنا بعمل تقاريري بناء على الوقائع، وللأسف هالشي مش بصالحها. أنا أول مرة بشوفك هيك، ممكن ما بقى أشوف هذا الوجه منك مرة تانية؟ سياسة بالبلد صعب كتير حبيبتي، زي ما قلتلك الناس بتثق فيكي وبتحبك كمان. يعني هاي أنا مثلاً درست إعلام عشان أصير أحسن إعلامية، هلأ شو بدي أصير؟ أحسن جرسوني بمطعم؟ بحبك. انت من شو خايفة؟ بالسياسة ما في حياة فخامتك، بيوم الأيام راح تضطر تنحازي لطرف، الشعب راح يطلب منك ومن الرئيس تبعك. هذا وقد بدأ الاعتصام بالانتهاء إثر قيام السيدة الرئيسة بخطوة مفاجئة وغير مسبوقة بالتحدث مع الجموع المعتصمة والغاضبة. بعدين الناس لها حق بالتظاهر. أمن جبلين لا يمكن أساوم فيه، أمن شعب جبلين لا يمكن أتهاون فيه. هناك ملفات كبطالة الشباب، التراجع الاقتصادي، الغلاء المعيشي، بالإضافة إلى الحاجة لإيجاد حلول مستدامة. حقيقة المعنى الأول لهذا المشروع هو وضع قدم على سلم تدعيم وتطوير الاقتصاد الوطني. سنة قد تبدو قصيرة في عالم السياسة، ولكننا بالجهد والتعاون نستطيع أن نفعل الكثير. الناس جزء من القرار، الناس ما بتعرف تقرر لحالها، الناس بدها حدا يقرر لها. بدي اياك تسلمي منصب سفيرة الشباب. يعني انا اكاد اجزم شخصيا ان اي مواطن حريص على مصلحة جبلين سيتخذ ذات القرار اللي اتخذته الرئاسة. يعني انا اعتقد ان الرأي العام عليه ان يدرك ان السياسة لا تدار بالعقل الانفعالي، السياسة تدار بالعقل التحليلي. صار نورة مش جايبتها على خير.